السلام عليكم، عودة جالاكسي نوت مجددا، فما هي القصة؟ إليكم فيديو كامل بالتفاصيل حول هذا الموضوع. قبل أن نبدأ أعزائي الكرام، أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك وتابع الفيديو حتى النهاية. قبل سنوات استغنت سامسونج عن نسخة جالاكسي نوت والكل يعرف هذا، والتي اشتهرت بالقلم، وذلك رغبة منها لترك مساحة إلى بقية الهواتف لبيعها في السوق، لا سيما نسخة جالاكسي ألترا القوية. عن هاتف سامسونج جالاكسي S25 نوت يعوض غياب سلسلة النوت، كما أن سامسونج فتحت بابا للهواتف القابلة للطي ومن خلال هاتفي فولد وفليب. هذا يعني ضرورة التخلي عن شيء مقابل شيء منعا للتعرض أو للتعارض، وألا تضرب هواتفها بهواتفها. لكن يبدو سامسونج ستعود إلى جالاكسي نوت حتى لو كان تسويقيا، عبر الاستفادة من اسمه وشهرته بين المستخدمين. صحفي تقني على منصة إكس كشف معلومة تقول أن سامسونج تخطط لاستبدال اسم الهاتف جالاكسي S25 ألترا بـ S25 نوت، ونسخة بلاس ستصبح S25 برو. وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع من الكشف عن نية سامسونج إلغاء نسخة بلاس من عائلة جالاكسي S القادمة. لكن يبدو أن سامسونج طورت أفكارها لاستبدال أسماء الهواتف، ولا تشير المعلومات القليلة الواردة إلى أي تغيير قادم مع الهاتف ليكون مختلفا عن نسخة الألترا الاعتيادية، لأن نسخة ألترا نفسها كانت نوت وتم فقط تغيير الاسم لأسباب تسويقية وتجارية. لكن خبراء تقنيون يرون ضرورة أن تفصل سامسونج هوية نوت عن الألترا وتمنحه شخصية مستقلة دون الاكتفاء بتغيير الاسم فقط. هناك توقعات أن خطة سامسونج قد تطبق في عام 2026 مع سلسلة جالاكسي S26 وليس S25، ولكن الكل يتكلم على S25 ولا ندري لحد الآن ما الذي سيكون، ما الذي سوف تقوم به سامسونج في تسريب أول صور لهاتف الجالاكسي S25 ألترا. ظهر أن الهاتف سيستبدل الحواف المستقيمة لسابقه بزوايا مستديرة بالإضافة إلى إطار أنحف بشكل ملحوظ، وكشف المسرب التقني إيس يونيفرس عبر موقع إكس أو تويتر سابقا، وقارن التصميم المفترض لهاتف S25 ألترا مع هاتفي S21 ألترا والS20 ألترا. ورغم وجود حواف مستديرة أكثر من هاتف S24 ألترا، إلا أنه يظل أكثر استقامة وزوايا أكثر حدة من الطرازات القديمة، مما يمنحه شكلا أقرب إلى النوت. وإذا صدقت هذه التسريبات، فهذا يعني أننا أمام هاتف مختلف بشكل واضح عن النسخة السابقة، ويمكن تمييزه بطريقة أسهل. وتشير تكهنات أخرى إلى أن هاتف S25 ألترا سيحتوي على شاشة ديناميك أموليد 2X بدقة كواد HD بلس ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز كالعادة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل مصحوبة بثلاث عدسات بمستشعر أو مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، وأيضا مستشعر آخر، ومعالج سناب دراجون 8 جيل الرابع، وبطارية ب 5000 ميلي أمبير. والسؤال الآن، هل تؤيد عودة سلسلة الجالاكسي نوت أم لا؟ أم تؤيد فكرة الألترا؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.